تعتبر الهالات السوداء حول العينين أو الدارك سيركلز من أكثر المشاكل الجلدية شيوعاً عند النساء، الصبايا وحتى عند بعض الرجال. هي مزعجة، تعتبر مثل كابوس عند البعض لأنه بتسبب تعطي مظهر تعب ومرهق حتى ولو الشخص كان مرتاح وكان نايم لساعات كافية. السبب الرئيسي بكون العامل الوراثي، ولكن في كتير عوامل خارجية ممكن تأثر على تفاقم هذه الحالة، من أهمها التعب، قلة النوم، فقر الدم، حتى أمرار التغيرات الهرمونية عند النساء ممكن تزيد اسمرار الجلد بهذه المنطقة، بالإضافة إذا كانوا كتير بيتعرضوا لأشعة الشمس. كمان التدخين لازم نذكر أنه يعتبر من الأشياء الرئيسية اللي ممكن تضيف هذه المشكلة تفاقم. العلاجات اللي ممكن نستخدمها للدارك سيركلز عديدة، بتتراوح من الكريمات اللي بتقوم بتفتيح اللون بهذه المنطقة إلى حقن الفيلرز أو الهالورونيك أسيد، خاصة عند الأشخاص اللي بيعانوا من فقدان بالطبقة الدهنية بهذا المكان. الهالورونيك أسيد فيلرز بيقوموا باستبدال هذه الطبقة وبإعادة تراونها ومظهر شاب أكثر في إذا فينا نقول. في بعض الأحيان الدارك سيركلز أو الهالات السوداء بيظهروا بسبب خلل معين بالدورة الدموية بهذه المنطقة. في هالحالة من أحدث وأبرز الطرق أو التقنيات اللي مستخدمة حالياً اللي بنحصل من خلالها على نتيجة مرضية هي العلاج بالكربون دايوكسيد غاز أو اللي يسمى بالكاربوكسي ثيرابي. بهذه الطريقة نحن بنقوم بإبر رفيعة بحقن الكربون دايوكسيد غاز بالمنطقة حوالي العيون. هي ممكن نقوم فيها بالعيادة، ما بتتطلب إلا بضع دقائق أو ما عندها أثار جانبية أبداً، هي آمنة جداً ما بتترك أثار على الجلد، وجسمنا بيقوم بامتصاص هذا الكربون دايوكسيد غاز اللي تم وضعه بخلال دقائق معدودة من بعد ما نخلص الجلسة. عادةً الشخص بيحتاج لأكثر من 3 جلسات، ممكن تتراوح من 6 إلى 10 جلسات حسب سوء الحالة. النتيجة اللي منشوفها مش بس بتكون تفتيح بلون البشرة، ولكن أيضاً بتخفيف التشققات أو التجاعيد الرفيعة جداً بهذه المنطقة. كيف بيشتغل الكاربوكسي ثيرابي؟ بيسكلي نحنا بس نحقن هيدا الغاز بتحت الجلد، بنعطي إشارة للدماغ إنه الأكسجين موجود بكمية ضئيلة بهالمنطقة، فردة فعل الجسم بتكون عبر تنشيط وتحفيز الدورة الدموية، وهذا الشيء بيؤدي إلى تجديد الخلايا، والنتائج اللي بنشوفها نحنا من تفتيح لون وإعطاء مظهر حيوي ونضر أكثر.